أنا اسمي سامة خباجة، أنا مصرية من القاهرة أصلي. عندي 19 سنة وبقالي سنة هنا في التشيك، وبتعلم هنا في Prague College Business International Management. Prague College هنا هي من أحسن الجامعات الخاصة في التشيك كلها، ومن أرخص الجامعات عامة في أوروبا، من هنا من التشيك ومن بريطانيا. فبتديك opportunity ان انت ممكن بعد ما تخلص تعليم تلاقي شغل كويس هنا في التشيك او في انجلترا، على حسب انت الميجر بتاعك ايه وانت عايز ايه في الاخر. انا اكتر حاجة هنا عامة حبيتها في الجامعة ازاي المدرسين ممكن يعملوا اي حاجة علشان يساعدوك، مش بس المدرسين، عامة كل ال admission team وكل ال student service بيعملوا اي حاجة علشان يساعدوك وعشان يدوا الطالب أحسن مكان وأكتر حاجة مريحة عشان أنت تدرس. فدي أكتر حاجة أنا عامة حبيتها، وكمان المدرسين عموما يسيبوك في أي لحظة من غير ما تبقى أنت فاهم، بالذات في كل الأسايمنت والامتحانات بتاعتك هيساعدوك وهيدوك كل حاجة أنت ممكن تكون محتاجها عشان تنجح. ولا قدر الله لو حصل أي حاجة برضه هم بيساعدوك، فهم بجد كويسين جدا وهم بجد جماعة كويسة جدا. هو طبعا في اختلاف كبير قوي ما بين ان انت تيجي تتعلم في اوروبا وان انت تتعلم في مصر، طبعا مستوى التعليم مختلف. هنا انا كنت في مصر كنت في مدرسه اي بي، فاديتني نوعا ما باك جراوند على السيستم البريطاني، ان انا هنا بتعلم على نظام السيستم البريطاني، فهي ساعدتني في دي. بس انا لو اذا ما كنتش في المدرسه دي كنت اواجه مشاكل كتير قوي، مثلا في grading system، في ازاي الحصه ماشيه او احنا بناخد ايه. فطبعا دي حاجه المدرسه بتاعتي ساعدتني فيها، بس طبعا كان انا اجي من مصر هنا كان الموضوع فيه صعوبه شويه طبعا باللغه بكل حاجه. بس in the end الجامعه بتساعدك عشان تاخد كورس اللغه وهم بيساعدوك في كل حاجه. فطبعا في اختلاف كبير، بس في الاخر الموضوع بيمشي ويعني احنا بنحاول على قد ما نقدر. هنا في التشيك الحياه رخيصه جدا، الحياه كويسه. طبعا في مشكله اللغه، ان هنا اللغه هي اللغه التشيكيه مختلفه كتير جدا عن اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسويه، لكن الحياه بره عامه في البلد نفسها كويسه، الناس طيبين. لو انت حاولت شويه تتكلم تشيكي مع الناس في السوبر ماركت او اي حاجه، الناس هتيجي تساعدك وفي دايركشنز لكل حاجه. ف الحياه هنا كويسه، والليفنج اكسبنسز مش غاليه، وحتى الرنتس بتاعت البيوت او اي حاجه مش غاليه. ف يعني كومبيرد بقيت اوروبا طبعا في فرق كبير قوي. انا في الاول اول ما جيت هنا كنت عايشه في بيوت الطلبه، عشت هناك 5 أو 6 أشهر من فبراير لشهر 6 شهر 6. هو طبعا كان الموضوع صعب شوية ان انت تعيش مع ناس هم مش بيتكلموا لغتك، ولا هم ولا انت تفهمهم ولا هم يفهموك. بس في الاول وفي الاخر طبعا هو ارخص من البيوت برا، ارخص من حاجات كتيرة جدا، وفي فاسيلتيز في ريسبشن تحت بيساعدوك، حتى في سوبر ماركت كان بالظبط في الابارتمنت بتاعي، فكل حاجه كانت حواليا وكان في مول حواليا. لكن هو كانت اصعب حاجه بالنسبه لي ان انا اعيش في الستودنت ابارتمنت في السكن بتاع الطلبه، هو ان انا بس عايشه مع ناس انا مش عارفه اتكلم لغتهم، هم مش عارفين يتكلموا لغتي، ان هم كانوا طبعا روسيين وانا مصريه. بس في الاخر طبعا هم بيتكلموا شويه انجليزي، وكل واحد في حاله، هم في حالهم وانا في حالي، انا بذاكر هما بيذاكروا. وفي مطبخ برضو شيرد برا للدور كله. ف I think هي كانت بس حياة طلبة عادي، كل فكرة ان انت بتشير اوضة مع ناس، ويعني مش اكتر من ان انت المفروض تتعود على ان انت تعيش مع ناس انت مش عارف تتكلم لغتهم بس كده. هو انا ان شاء الله المفروض اتخرج من هنا من الجامعه بعد سنتين، ان انا لسه في اول سمستر بتاع السنه الثانيه. فالبلانز بتاعتي خطتي بعد الجامعه ان انا ان شاء الله لسه هعمل ماسترز، والمفروض ان انا هلاقي شغل هنا في البلد، ان الشهاده بتاعتي تساعدني ان انا الاقي شغل هنا. فهم دول بيزيكلي الخطط بتاعتي لغايه دلوقتي.